السلام عليكم. النهاردة هنعمل القمر ده، بما ان احنا في موسم الفراولة وكمان رمضان والكنافة، قلت ليه ما نجمعهمش مع بعض؟ والنتيجة كانت زي ما انتوا شايفين كده. تخيلوا كده حاجة ميزز زي الفراولة مع طريقة الكنافة المقرمشة الجامدة اللي هنعملها النهاردة، هنجمعهم مع بعض، يعني مزازة مع لزازة في إزازة واحدة. الميكس ده بجد طلع قمر. النهاردة هنعمل الكنافة بالفراولة لكل عشاق الفراولة. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة بتشوفيني، أنا رشا مازن، ياريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي الجديدة. يلا نبتدي ونقول بسم الله. هنحتاج ربع كيلو من الكنافة المجمدة. هنجيب الكنافة وهنحطها في الفريزر قبلها بليلة أو قبلها بساعتين ثلاثة، علشان يبقى سهل عليكي ان انتي لما تطلعيها من الفريزر تكسريها بكل سهولة كده وتبقى ناعمة معاكي، وممكن كمان ان انتي تطحنيها في الفود بروسيسور علشان يسهل عليكي الموضوع. على العموم، هي مجرد ما هتجمد اول ما تطلعيها هيبقى سهل عليكي ان انتي تكسريها بسهولة كده. هنجيب بقى طاسة سخنة وهنحط عليها معلقتين من السمنة البلدي. شايفين انا بقول لكم المقدار طلع عندي كوبايتين ونص، انا استعملت كوبايتين ونص من الكنافة بعد ما طحنتها كويس. هننزل عليهم بقى في السمنة البلدي وهنقلبهم وهنستمر في التقليب، ولازم عينيكي تبقى عليها، ما تمشيش وتسيبيها، ايدك تفضل تقلب فيها لان الكنافة حساسة وممكن تتحرق منك بسهولة جدا. اول ما تبتدي تاخد اللون الاصفر الجميل اللي معانا ده، هننزل بالمكسرات، 4 معالق من المكسرات، المكسرات اللي انت بتحبيها. بس احسن حاجة مع الكنافة اللي هي بتكون السوداني او البندق. وكمان هننزل ب3 معالق من السكر، وهنبتدي نقلب الكنافة تاني علشان المكسرات تبتدي تتحمص وتاخد ريحة حلوة معانا، وكمان الكنافة تبتدي تدخل في السوى لان انا مش هسويها خلاص، وتبتدي كمان تشرب من السكر اللي احنا حطيناه. اقلب بقى كويس جدا وايديا فيها، خلاص كده بقت جاهزه معانا. هجيب حله فيها رتلي لبن او حليب زي ما بعض الدول بتقول، يعني بما يعادل 4 كوبايات، وهنزل عليهم ب3 معالق من النشا وكمان 3 معالق من الدقيق، وهحط عليهم كوبايه من السكر، وهقلب المكونات دي كلها على البارد. انا لسه ما شغلتش الغاز خالص، انا بقلب المكونات دي كلها على البارد. هقلب كويس جدا لحد ما كل المكونات اللي انا حطيتها دي تختفي تماما. بعد كده هحطها على النار وهبتدي برضو ايدي تفضل شغالة تقليب كويس جدا لحد ما تبتدي تتقل معايا. شايفين بدأت خلاص اهي تدخل في السوى، يبتدي القوام بتاعها يتقل معايا وتبتدي تغلي. خلاص كده، هي كده بدأت تبقى جاهزة معايا. هنزل بقى عليها بعلبة من القشطة. انا عايزة القشطة المعلبة دي، مش عايزة القشطة اللي بتكون على وش اللبن في الوصفة دي. هحط العلبة كاملة، العلبة دي حوالي 170 جرام، هحطها كلها وهقلب بقى كويس لحد ما تختفي تماما وتمتزج مع الخليط. خلاص، شوف القوام بتاعها بقى حلو ازاي. هختبر بقى القوام بتاعنا، شايفين الخط، مادام عملت خط كده يبقى كده خلاص جاهزة. انا في الوصفة دي هستعمل كيلو من الفراولة. اول نص كيلو انا غسلته كويس قوي وهضربه في الخلاط مع 1/4 كوباية مية. انا عايزة مية بس تحرك الخلاط، انا عايزة القوام بتاعه يبقى تقيل كده طعم الفراولة. بس هنزل بقى ب1/2 كوباية منه على القشطة اللي احنا عملناها دي، وهقلب كده كويس وهركنها دلوقتي على جنب. واجي بقى لنص الفراولة التاني اللي احنا عملناه، هجيب كيس من الجيلي، جيلي فراولة، وهحط عليه 1/2 كوباية من المية السخنة وهدوبه كويس قوي لحد ما يدوب معايا، وهنزل بيه على عصير الفراولة اللي احنا عملناه، عصير الفراولة التقيل اللي احنا عملناه.
أولاً علشان يديني لون حلو للفراولة، وكمان علشان يعزز نكهة الفراولة كمان شوية. أنا مش عايزاها الطبقة اللي فوق تبقى متجمدة، أنا عايزاها بس مجرد إن هي تتماسك حاجة بسيطة، ويكون طعم الفراولة فيها قوي، المزازة بتاعت الفراولة فيها باينة كده. خلاص جاهزة معانا؟ هنبتدي بقى نجمع المكونات بتاعنا بعد ما بردت تماماً. لازم المكونات تكون باردة، ما ينفعش خالص ان انا استعمل القشطة وهي سخنة، ولا الكنافة وهي سخنة، علشان الكنافة تطلع معايا مقرمشة وطعمها حلو. لو انا حطيت عليها القشطة وهي سخنة هتليان ويبقى طعمها وحش قوي كده. خلاص حطيت طبقة كده من الكنافة. النص الفراولة التاني انا غسلته وقطعته نصاص كده زي ما انتوا شايفين، وحطيته في قلب الكاسات. وهنحط بقى طبقة القشطة بتاعتنا، انا حطيتها في قرطاس الحلويات عشان تبقى سهل ان انا افردها. شايفين القوام بتاعها حلو ازاي حتى بعد ما بردت؟ الحمد لله، ولا تقلت معاكي ولا هي خفيفة، القوام بتاعها مظبوط جدا ما شاء الله. هفردها بقى كده كويس في الكاسة بتاعتي، وهحط بقى الطبقة التالتة، طبقة كنافة كمان، واحاول ان انا افردها كده واسويها واضغط عليها بالراحة، ما اضغطش قوي، لحد ما اعمل طبقة متساوية. شايفين الطبقات جميلة ازاي ما شاء الله؟ نحط بقى الطبقة الاخيرة، نحط الفراولة بقى بتاعتنا، الفراولة التقيلة الجميلة دي بتاعتنا، ونعمل اخر طبقة معانا. خلاص مراحل اكتمال القمر، القمر بدأ يكتمل. خلاص كده هدخلها بقى التلاجة تبرد معايا تماما، والطبقة اللي فوق دي تتماسك شوية. خلاص كده هي جاهزة. هعمل بقى تاني واحدة صغيرة كده للكتاكيت كده الصغيرين، واحدة صغيرة كده في السريع. حطينا طبقة الكنافة، بعدين رصينا الفراولة، حطينا القشطة وسويناها كويس، بعدين حطينا الطبقة التالتة من الكنافة وضغطنا عليها بسيط، بعدين حطينا طبقة الفراولة الأخيرة، وكده بقت جاهزة معانا. هندخلها بقى التلاجة لمدة 3 ساعات. شايفين جمال الطبقات؟ والطبقة اللي فوق أنا مش عايزاها تجمد خالص. شايفين جوسي ازاي وجميلة؟ تخيلوا بقى كده المزازة بتاعت الفراولة اللي فوق مع طبقة الكنافة المقرمشة اللي احنا عملناها تحت دي، مع القشطة اللي احنا عملناها كمان بطعم الفراولة. يا سلام، بجد بجد طلعت رهيبة. لكل الناس اللي بتحب الفراولة اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، ورمضان كريم علينا كلنا. ياريت لو اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي الجديدة. في رعاية الله.